السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه رافعة 55 طن تضانو، كل الرافعات تضانو تقريب نفس الأزرار، تقريب نفس الأزرار في هذا الجهاز. أقول لكم بشيء مبسط، عندما تريد أن تعمل بها بشيء مبسط، لا أدخل في التفاصيل كي لا يأتي الفيديو طويل، بشيء مبسط، عندما توقظها صباحا بعدما تمرر قابس الكهرباء تأتي إلى هذا، تجعلها هنا، هاي فيها كهرباء. يجب على قائد الرافعة دائما يتعلم هذه الرموز، هاي فيها كأنها كهرباء، تأتي الكهرباء إلى هذه، هذه في هذه الوضعية تعمل، عندما تنزلها إلى الأسفل هكذا لا تعمل. أنا أريد أن أوصيكم على شيء فقط، عندما توقظها تأتي إلى هنا، تحتاج إلى زرين فقط، هذه لكي تجعلها هكذا كل الأرجل، وهذه أوكي. سوف يأتي هنا، لا تحتاج إلى شيء، هكذا تعمل. وأوصيكم دائما، أوصي بهذا الزر الذي هنا، وهو زر مختص بالتري الثاني، لقد جعلت له هذه، وهي معدن من علبة السردين، ليست لي ولكن للناس الذين يأتون يعملون فيها جدد. هنا مرسوم فيها تلسكوب الفوق ومفل صغير لتحت، في هذه الوضعية تعمل تلسكوب لأنها الفوق والتحت مفل صغير، هذه الوضعية مفل صغير. ها، أغلب العمال الجدد الذين يأتوا يعملون يفعل كهكذا. سوف أجعلها سيكيوريتي كينها. أغلب العمال يخطئون في هذا، هذا المرفق عنده عملين، عمل من هنا، من هنا تلسكوب يدخل ويخرج، هنا تلسكوب يدخل ويخرج، من هذه الجهة فيه مفل صغير، عندما تنزله هنا هاو مفل صغير، نفس الرسم. أكرر وأعيد، نفس العمال يغلطون، أنا تقرب، أنا كذلك غلطت فيه لكن تنبهت له. نفترض أنك تخرج في التلسكوب، تخرج في التلسكوب، عندما يتوقف هناك تلسكوب كبير واثنين صغير، وفي الكبيرة فيها تلسكوب كبير وثلاثة صغار، عندما يتوقف الكبير من المفروض تضغط على هذه وأنت مستمر في الدفع، تضغط على هذه وتتركها يخرج ثلاثة صغار. أغلبية العمال يخطئون في هذا، عندما لا تخرج يذهب مباشرة إلى هذه، هو في هذه الوضعية ألغى التلسكوب وشغل المفل، وهنا يصبح المفل صغير يعمل. هناك من ينتبه له، يسمع شيء غير عادي في الرافعة ينتبه له، يتوقف عن الدفع، وهناك من لا ينتبه له حتى يرى الكابل سقط من هنا، أو يرى شيء، يسمع شيء تكسر يتوقف. هناك صديق لي نصحوه، كثير من أصدقائي عندما قالوا له لا تمس هذا فنسيه، ماذا جعل؟ دفع هذا، عندما لم يخرج التلسكوب الصغير ثلاثة ترك هذه وذهب إلى هذه وبدأ يدفع حتى جعل مشكل لرافعته، وتكسر له فانت كورس، وجعلنا هاتف قالنا تعالوا انظروا ماذا فعلت، قلنا له لقد لمست هذه، قال أنا لم ألمسها، ورافعة جديدة لم تمشي سوى 24 ساعة. قلنا له لقد لمست هذه، قال لم ألمسه، قلنا له لا إنك لمسته رسمي، لأنها عندما يلمسه يلغي التلسكوب ومباشرة يستعمل المفل الصغير، التري الصغير. هناك عندما ترى في الخلف تجد اثنان، واحد للكابل الكبير اللي فيه ستة، واحد للصغير، تستطيع أن تعمل بهم في الاثنين، عندما تجعل هكذا تستطيع أن تعمل، هناك من يقود رافعة يستعملهم في الاثنين، بعدما أو ذاك الأزرق، هذاك الأزرق، ذاك
أزرق مختص بالإسمنت تستطيع أن تعمل بالكبير وبالصغير. مثال أنك تريد أن تقلب شيء وحدك تحمله من هنا وتنزله من هنا وحدك تستطيع. المهم احذروا من هذا الزر، وهو لقد جعلت له سيكيوريتي ليأتي لكي لا يخطئ فيه. كثير من يجعل لك تيست اختبار وينتظرك حتى تخطئ، عندما تخطئ يقول لك توقف لأنك لا تعرف. أنا أنصح أي قائد رافع عندما يأتي يعمل يصرح أنه لم يستعملها، ويقول للإنسان الذي يريد أن يعمل عنده أنا لا أعمل بهذا النوع، وإن الرافعات أنا والله أستغرب في بعض الناس وهم أصحاب الشركات وللشيف ماتريال يقول لك تعرف تقود هذا الرافع، تقول له لا، يقول لك خاصة الليبر بلوتوث، يقول لك تعرف تقوده، تقول له لا، يقول لك اذهب إنك مرفوض. لنفترض أنك تعرف بلوتوث، وهل تعرف ديماغ تيراكس ديماغ، وهل تعرف أنواع الرافعات في العالم؟ لا حسرة لها. لو يأتي إنسان و يتعلم كل يوم 5 أيام ولا 10 أيام في رافعة يفني عمره ولا يتعلم لهم. أطرح أنا سؤال على هذا الشيف ماتريال أو هذا المسؤول عندما يقول لك هل تعرف بلوتوث أو ليبر؟ ما هذه ليبر خالعتهم قاعد مخلوعين فيها. هل تعرف ليبر؟ قل له وأنت أول خطرة عندما جاءتك إلى هنا إلى المستودع هل كنت تعرفها؟ الله ربي يهديهم هاد الناس، أقسم بالله غير ربي يهديهم. هناك مبدأ عمل مثل السيارة فيها أمبرياج وأكسيراتور وفران ثلاثة والفيتاس بريمير دوزيام كاتربا يسمى. عندما أكون أعرف أقود مثل أودي أستطيع أن أقود بيجو، نفس المبدأ، يبقى الأزرار تختلف قليلا فقط. المهم لا أريد أن أطيل عليكم، دائما أنصح الجميع بذلك الزر. وهناك من يريد أن يسألني الله يسأله، تفضل. والسلام عليكم ورحمة الله.